السلام عليكم، حياكم الله. لماذا تقدمت إسرائيل تقدما علميا مذهلا لدرجة أن جريدة الأهرام في عدد صادر سنة 2013 في ديسمبر 27 موافق 24/0/1435 صدرت منشدا بعنوان إسرائيل في المركز الأول في البحث العلمي ومصر رقم 129 من بين 148 دولة. لماذا؟ لماذا تقدمت إسرائيل في البحث العلمي لدرجة هذه الاسطوانات المدمجة السي دي؟ كثير من السي دي والدي في دي في العالم صناعة إسرائيلية. ما السبب؟ تساءلت في هذا ففكرت كثيرا، والنتيجة أن إسرائيل من الداخل بخلاف العالم العربي من الداخل ومن الخارج. هل تعرف شيئا عن إسرائيل من الداخل؟ أنا أولا لا أحب أن أقول كلمة إسرائيل، أنا مضطر أن أقولها، صارت معتادة دارجة على ألسنة الناس. إنما الكيان الصهيوني المحتل الذي يسمونه بإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعقوب. إسرائيل باللغة العبرانية إسرائيل تعني عبد الله. طيب السبب؟ إسرائيل من الداخل. الإنفاق الإسرائيلي على البحث العلمي هو الأول في العالم، تخيل. أنا لا أقول هذا من باب تعظيم هؤلاء الأعداء، كلا، هذا حقيقة، هذا واقع. الإنفاق الإسرائيلي على البحث العلمي هو الأول في العالم، من 4.5% إلى 4.7% من الدخل السنوي الناتج المحلي، بينما في الدول العربية المتوسط هو 2/10%. يعني عندما تكتبها من الشمال اليمين صفر وبعدين فاصلة وبعدين 2، أقصى حد 0.3%. يعني ما كملش حتى ثلث 1%. عندما تنظر إلى هذا المدخول السنوي وتنظر إلى حجم الإنفاق على الفرد، متوسط الإنفاق على الفرد في إسرائيل على البحث العلمي كام؟ $750. بينما في العالم العربي $7. تخيل. إذن السبب معروف. طب لماذا؟ لماذا اليهود ينفقون على البحث العلمي أموالا طائلة؟ الدرجة الأولى في العالم في الإنفاق على البحث العلمي. السبب هو أنهم يعتبرون البحث العلمي قضية أمن قومي. يعني بدون علم تزول إسرائيل. يضعون أنفسهم في منطقة البقاء. عندما تكون مريضا ومتعبا ومجهدا ولا تستطيع أن تمشي، وأنت تعبر الطريق وترى سيارة شاحنة كبيرة تقبل عليك، هل ستظل هكذا أم ستجري تنطلق؟ هكذا هؤلاء القوم عندهم البحث العلمي والعلم قضية أمن. طبعا ليست إسرائيل فقط التي تنفق، اليابان حجم الإنفاق فيها يصل على الفرد الواحد في البحث العلمي من $900 إلى $1000، وأحيانا من $1100 تقريبا يصل إلى $1100. فنلندا تنفق كثيرا، أمريكا تنفق كثيرا، أوروبا تنفق كثيرا. العالم العربي، الدول الغنية في العالم العربي لا تنفق على البحث العلمي كثيرا، وإنما تنفق على التعليم، تنفق على التعليم. لكن الأولى أيضا أن يكون إنفاق على البحث العلمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن نستغل ما عرفناه عن عدونا، وأن
نستفيد منه ونوظفه في أن نسير في المسار الصحيح حتى تتقدم أمتنا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.